بسم الله الرحمن الرحيم. عشاق متابعين قناة الإعلام الكبير أستاذ عبد الناصر زيدان وقناة كرة بلدنا، تحية طيبة وبعد. احنا طبعا كنا فتحنا ملف أزمة تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان. طبعا زي ما حضراتكم عارفين، مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي هتقام يوم الأحد إن شاء الله بإياب الدور النهائي من البطولة الكونفدرالية على ملعب برج العرب بالإسكندرية. طبعا جماهير نادي الزمالك الوفية زي ما قلنا احتشدت بأعداد كبير أمام بوابات النادي وأمام المنافذ اللي أعلن عنها رئيس النادي، وقال إن التذاكر المباراة هتكون موجودة في المنافذ دي، لكن للأسف الجماهير راحت ما لقيتش تذاكر المباراة، وكل يوم بتقف قدام النادي تقعد من 5 لـ 7 ساعات، من 5 لـ 7 ساعات قاعدين يعني مستنيين تذاكر، مفيش تذاكر. احنا طبعا كنا أشرنا للسوق السوداء وإن في موظف اسمه شكري بيبيع تذاكر في السوق السوداء، تذكرة ب 50 بيبيعها ب 150 ووصلت كمان 200 جنيه النهارده. وطبعا كنا قلنا ان الاخ شكري ده الموظفين بلغوا عنه وكلموني وقالوا لي ان شكري لابس حزام قماش حواليه دفاتر تذاكر كتير جدا. وطبعا زي ما اشرنا وطلبنا رئيس نادي الزمالك انه يحقق مع الاستاذ محمد سويلم والموظف شريف حسين عشان يعرف التذاكر وصلت ازاي لايد شكري. جات لي كمان مفاجأة كبيرة جدا، ان برضو من اسباب ازمة تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان ان رئيس نادي الزمالك وزع 20,000 تذكرة على 20 نائب في البرلمان من اصدقائه، يعني ادى كل نائب في البرلمان 1,000 تذكرة وقال له دي وزعها على ابناء الدايرة بتوعك، يعني خد تلت التذاكر اللي مسموح بيها اداها للنواب اصدقائه في البرلمان وقال لهم وزعوها على حبايبكم وعلى ابناء الدوائر بتاعتكم. خد 20,000 تذكرة. طبعا انتوا عارفين الامن وافق على 60,000، يعني كده بقى 40,000 بس. 40,000 دول المفروض يتوزعوا على جماهير الزمالك اللي بالملايين وعلى اعضاء النادي اللي يعدوا 140,000 عضو، 70,000 عضويه في 2 يعني راجل ومراته، نقول 140,000 عضو. تخيلوا، انت عايز تجامل، عايز تدي اصدقائك في البرلمان، ده حقك، لكن اولا ما تديش الرقم الكبير ده 20,000 تذكرة. كمان انت هتدي النواب هيدوا لحبايبهم وابناء الدوائر بتاعتهم، دول ممكن ما يكونوش زملكاويه وممكن ياخد تذاكر وما يروحش المباراه، وممكن يروح المباراه على انه رايح رحله مش رايح يشجع ويموت عشان الزمالك ويواخد الموضوع على قلبه عشان الفريق ياخد بطوله. فطبعا ده كان قرار غريب ومن وجهه نظري كارثه، كارثه انه ياخد تلت تذاكر المباراه المسموح بيها يوزعها على اصحابه نواب البرلمان. فده طبعا صانع أزمة كبيرة في تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان، واحنا كل يوم بنعرف حقيقة جديدة وبنعرف موضوع جديد في موضوع أزمة التذاكر. ده موضوع كان لازم نتكلم فيه. في موضوع تاني، رئيس نادي الزمالك قافل صالة البلياردو في النادي، ففي 2 أعضاء أفاضل أستاذ مدحت الكومي والأستاذ هشام فتوح راحوا له وقالوا له بعد إذن حضرتك افتح لنا صالة البلياردو اللي أنت قافلها بقالها فترة. قال لهم انا ما بسمعش، قدموا لي طلب مكتوب. فخرجوا جابوا اصدقائهم اللي هم دايما بيستخدموا صاله البلياردو وكتبوا طلب وقالوا له في الطلب ده من فضل حضرتك افتح لنا صاله البلياردو، ودخلوا مكتبه وقدموا له الطلب. راح ماسك الطلب وراح قال لك يرفض 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 وحلف بالطلاق يرفض. فالاستاذ مدحت الكومي قال له حضرتك قلت لنا قدموا طلب مكتوب، هو انت عايزنا نقدم طلب مكتوب علشان خاطر تكتب عليه يرفض يرفض تحلف انا بالطلاق ان الصاله مش هتفتح وان الطلب يرفض؟ قال له حر، انا حر، ده مزاجي. فالاستاذ مدحت الكومي بمنتهى الادب قال له مزاجك ومالك كده بتتعصب ليه؟ انت فاكر لما اكلت العلقه من الدكتور اسماعيل سليم وكنت بتجري وتعيط في النادي وجاي تشتكي لي وتقول لي اسماعيل سليم ضربني؟ فطبعا رئيس النادي شاط فكروا بالعلقه اللي كلها من اسماعيل سليم من كام سنه، قال له فاكر لما اسماعيل سليم ضربك في مبنى الاجتماعي القديم وكنت جاي تعيط وتقول لي اسماعيل سليم ضربني؟ طبعا رئيس نادي الزمالك قام هاج وقعد يصوت ويصرخ وادي هات الكارنيه ما تجيبش الكارنيه. طبعا الاستاذ مدحت ما ادالوش الكارنيه وخد بعض هو الاستاذ هشام فتوح ومشوا. بس طبعا هو رد له الموقف، يعني زي ما ده حرق دمه وقال له يرفض يرفض فكروا بالعلقه اللي كلها من اسماعيل سليم. هو الظاهر رئيس نادي الزمالك نسي ان هو راح للاستاذ مدحت يحكي له يقول له ده اسماعيل سليم ضربني، طبعا ما نسي هو راح يحكي لمين يعني.
فطبعا قفل، هيفضل قافل صاله البلياردو، لان خلاص يعني دي مش هتتفتح تاني، لان هو كده عرف ان الرجاله بتاعت البلياردو فاكره العلقه اللي كلها من اسماعيل سليم، فكده خلاص بقى يلعبوا بلياردو في اي حته تاني. فده موضوع برضو كان لازم نتكلم فيه. عندنا موضوع مهم جدا، نادي الزمالك دلوقتي بيدور على مهاجم افريقي، وهو طلب التعاقد مع جون انطوي لاعب المقصه، والمقصه طلب 3 مليون يورو، لان المقصه انا عندي معلومات ان هم عندهم عرض خليجي للاعب وعرض مبلغ مالي كبير. فالزمالك برضو ايه يعني حاطط جون انطوي في دماغه وهيحاول يخفض المبلغ، وبرضو حاطط مهاجم نهضه بركان التوجولي كودوجكو. كودوجكو ده لاعب كويس جدا طبعا، اللي هو جاب الهدف اللي دخل مرمى الزمالك في مباراه الذهاب. والزمالك هيبدا يتكلم مع فريق نهضه بركان، لكن بعد نهايه طبعا بعد نهايه مباراه الفريقين اللي هتقام يوم الاحد زي ما قلنا بياب الدور النهائي من البطوله الكونفدراليه، لان طبعا مسؤول نهضه بركان هيرفضوا خالص التفاوض بشان المهاجم، لان كودوجو مهاجم جامد وطبعا هيكون اساسي في المباراه، فطبعا هيخافوا اللاعب يتاثر بالمفاوضات. جات لي كمان مفاجاه كبيره جدا، ان برده من اسباب ازمه تذاكر مباراه الزمالك ونهضه بركان ان رئيس نادي الزمالك وزع 20,000 تذكرة على 20 نائب في البرلمان من أصدقائه. يعني ادى كل نائب في البرلمان 1,000 تذكرة. وقال له دي وزعها على أبناء الدايرة بتوعك. يعني خد تلت التذاكر اللي مسموح بيها اداها للنواب أصدقائه في البرلمان وقال لهم وزعوها على حبايبكم وعلى أبناء الدوائر بتاعتكم. خد 20,000 تذكرة. طبعًا أنتوا عارفين الأمن وافق على 60,000. يعني كده بقى 40,000 بس. 40,000 دول المفروض يتوزعوا على جماهير الزمالك اللي بالملايين، وعلى اعضاء النادي اللي يعدوا 140,000 عضو، 70,000 عضويه في اتنين يعني راجل ومراته، نقول 140,000 عضو. تخيلوا، انت عايز تجامل، عايز تدي اصدقائك في البرلمان، ده حقك، لكن اولا ما تديش الرقم الكبير ده، 20,000 تذكره. كمان انت هتدي النواب، النواب هيدوا لحبايبهم وابناء الدوائر بتاعتهم، دول ممكن ما يكونوش زملكاويه، وممكن ياخد تذاكر وما يروحش المباراه، وممكن يروح المباراه على انه رايح رحله، مش رايح يشجع ويموت عشان الزمالك ويواخد الموضوع على قلبه عشان الفريق ياخد بطوله. فطبعا ده كان قرار غريب، ومن وجهه نظري كارثه. كارثه انه ياخد تلت تذاكر المباراه المسموح بيها يوزعها على اصحابه نواب البرلمان. فده طبعا صانع ازمه كبيره في تذاكر مباراه الزمالك ونهضه بركان. واحنا كل يوم بنعرف حقيقه جديده وبنعرف موضوع جديد في موضوع ازمه التذاكر. ده موضوع كان لازم نتكلم فيه. في موضوع تاني، رئيس نادي الزمالك قافل صاله البلياردو في النادي. ففي اتنين اعضاء افاضل، استاذ مدحت الكومي والاستاذ هشام فتوح، راحوا له وقالوا له بعد اذن حضرتك افتح لنا صاله البلياردو اللي انت قافلها بقالها فتره. قال لهم انا ما بسمعش، قدموا لي طلب مكتوب. فخرجوا جابوا اصدقائهم اللي هم دايما بيستخدموا صاله البلياردو وكتبوا طلب وقالوا له في الطلب ده من فضل حضرتك افتح لنا صاله البلياردو. ودخلوا مكتبه وقدموا له الطلب، راح ماسك الطلب وراح قال لك يرفض 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 وحلف بالطلاق يرفض. فالاستاذ مدحت الكومي قال له حضرتك قلت لنا قدموا طلب مكتوب، هو انت عايزنا نقدم طلب مكتوب علشان خاطر تكتب عليه يرفض يرفض تحلف لنا بالطلاق ان الصاله مش هتفتح وان الطلب يرفض؟ قال له حر، انا حر، ده مزاجي. فالاستاذ مدحت الكومي بمنتهى الادب قال له مزاجك ومالك كده بتتعصب ليه؟ انت فاكر لما اكلت العلقه من الدكتور اسماعيل سليم وكنت بتجري وتعيط في النادي وجاي تشتكي لي وتقول لي اسماعيل سليم ضربني؟ فطبعا رئيس النادي شاط فكروا بالعلقه اللي كلها من اسماعيل سليم من كام سنه، قال له فاكر لما اسماعيل سليم ضربك في مبنى الاجتماع القديم وكنت جاي تعيط وتقول لي اسماعيل سليم ضربني؟ طبعا رئيس نادي الزمالك قام هاج وقعد يصوت ويصرخ وادي هات الكارنيه ما تجيبش الكارنيه، طبعا الاستاذ مدحت ما ادالوش الكارنيه وخد بعضه هو الاستاذ هشام فتوح ومشوا. بس طبعا هو رد له الموقف، يعني زي ما ده حرق دمه وقال له يرفض يرفض فكره بالعلقه اللي كلها من اسماعيل سليم. هو الظاهر رئيس نادي الزمالك نسي ان هو راح للاستاذ مدحت يحكي له يقول له ده اسماعيل سليم ضربني، طبعا ما نسي نسي هو راح يحكي لمين يعني. فطبعا قفل، هيفضل قافل صاله البلياردو لان خلاص يعني دي مش هتتفتح تاني، لان هو كده عرف ان الرجاله بتاعت البلياردو فاكره العلقه اللي كلها من اسماعيل سليم، فكده خلاص بقى يلعبوا بلياردو في اي حته تاني. فده موضوع برضو كان لازم نتكلم فيه. عندنا موضوع مهم جدا، نادي الزمالك دلوقتي بيدور على مهاجم افريقي، وهو طلب التعاقد مع جون انطوي لاعب المقصه، والمقصه طلب 3 مليون يورو،
لان المقاصه انا عندي معلومات ان هم عندهم عرض خليجي للاعب وعرض بمبلغ مالي كبير. فالزمالك برضو ايه يعني حاطط جون انطوي في دماغه وهيحاول يخفض المبلغ، وبرضو حاطط مهاجم نهضه بركان التوجولي كودوجكو. كودوجكو ده لعيب كويس جدا طبعا، اللي جاي اللي هو جاب الهدف اللي دخل مرمى الزمالك في مباراه الذهاب. والزمالك هيبدا يتكلم مع فريق نهضه بركان، لكن بعد نهايه طبعا بعد نهايه مباراه الفريقين اللي هتقام يوم الاحد زي ما قلنا بياب الدور النهائي من بطوله الكونفدراليه، لان طبعا مسؤول نهضه بركان هيرفضوا خالص التفاوض بشان المهاجم، لان كودوجو مهاجم جامد وطبعا هيكون اساسي في المباراه، فطبعا هيخاف اللاعب يتاثر بالمفاوضات. عشاق متابعين قناه الاعلام الكبير استاذ عبد الناصر زيدان وقناه كره بلدنا، اتمنى لكم اوقات طيبه والتقيكم باذن الله في فيديو جديد. كان معكم الناقد الرياضي علاء حمادي.